وينضم إلينا عبر سكايب من لندن الأكاديمي والباحث في الشأن العراقي عبد الحميد الصالح. دكتور عبد الحميد، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. الأسباب التي تقف خلف استمرار الخلافات ما بين إربيل وبغداد، هل هي أسباب سياسية انتخابية أم هي أسباب مالية لعدم توفر السيولة لدى البنك المركزي؟ في الحقيقة هي تحية لك وللمشاهدين. في البداية كل شيء في العراق لابد أن يدخل في غطاء سياسي وفي تأثير سياسي. المشكلة بين الإقليم وبين بغداد ليست جديدة ولكنها قديمة، وتكاد تكون نفس البنود التي يتم التباحث حولها في زمن عبد المهدي أو زمن العبادي هي نفس البنود التي يتم التباحث حولها الآن. والسبب أنه لم تنفذ ولم تطبق أي من المعاهدات المشتركة. المعاهدة أو الاتفاق يقوم على حالة واضحة، أن إقليم كردستان بوصفه جزءا من العراق فالمفروض وارداته النفطية وكل الجباية التي تتم من المنافذ الأخرى والاستحصالات الأخرى تصب في الخزانة المركزية كما المحافظات الأخرى. إذا لم يتم هذا اليوم ولم يتم هو أصلا أمس ولم يتم في المستقبل لن تحل هذه الأزمة. ولكن دكتور بين حميد الإقليم وبين بغداد، عفوا على المقاطعة، يعني الأكراد يقولون بأن الإقليم مستعد لتنفيذ كافة الالتزامات، هذا حديث الوقت الحالي، بينما يتهمون بغداد برفع سقف مطالبها. هل تتوقع فعلا أن بغداد مصرة على هذا الموضوع أم هي محاولة كردية المماطلة؟ يعني بصراحة لم تكن بغداد قوية في يوم ما أمام حكومة إقليم كردستان، لم أطلاقا. ما السبب؟ وكل ما يحدث هو تسريبات إعلامية على الورق، وعند ما يأتي التطبيق نرى أن الحقوق تدفع إلى موظفي الإقليم، وأيضا الموارد لم تستحصل حتى اليوم. هذا هو المعروف. ما السبب يعني سبب ضعف بغداد؟ ما السبب لضعف بغداد أمام حكومة الإقليم؟ ضعف بغداد لأنه الحكومة المركزية، الحكومة الرسمية خلينا نسميها، لا تملك القرار الكامل في العراق، وإنما هناك جهات ومراكز نفوذ تحيط بها لها التأثير الأقوى سواء على الصعيد الإعلامي وحتى على الصعيد السياسي. فالحكومة تحاول أن تحل المشاكل. هذه الجهات الضاغطة المتشتتة الرأي والمؤثرة على قرار حكومة بغداد هي جهات داخلية أم خارجية؟ لا، جهات داخلية ومن ضمنها أيضا في إقليم كردستان. في من ضمنها يعني إقليم كردستان هو حكومة، يعني نتحدث على أحزاب المعارضة هنا دكتور حميد؟ في نعم. إقليم كردستان نتحدث عن أحزاب المعارضة؟ أحزاب المعارضة هنالك شقين، هناك شق سياسي مباشر يتعلق بالشعب العراقي في إقليم كردستان والحكومة مباشرة، يعني الأزمة الآن بين السليمانية وبين أربيل ليس لبغداد علاقة بها بصراحة، لأنه هذه أزمة قديمة جدا حينما تستخدم رواتب الموظفين في السليمانية كورقة سياسية. أيضا هنالك تصدير يسمع المواطن في السليمانية أو أربيل أو دهوك بأن إقليم كردستان يصدر 600 و650، وهناك معلومات مؤكدة أنه يصدر مليون برميل، وهناك تعاقدات مع دول أخرى ل25 و50 سنة. هذه الأنباء أمام حالة بائسة للمواطن الكردي في الشارع، فيسأل الحكومة. الحكومة كالعادة كأي حكومة أخرى تحاول أن ترحل هذا الموضوع إلى بغداد، وكأن الأزمة هي في بغداد. طيب دكتور عبد الحميد، عام 2016 كان هنالك اقتراح من سياسيين في السليمانية على حكومة، أعتقد 2013 يعني في زمن السيد المالكي، أنه
أن تقسم حصة إقليم كردستان في بغداد بحيث السليمانية تستلم حصتها من ال 17% من بغداد مباشرة. وهذا يعني واحد من الحلول. هذه النقطة كنت أريد أن أضيء عليها دكتور عبد الحميد. السؤال هو الآن نفس المطالبات موجودة الآن بربط رواتب موظفي الإقليم بحكومة المركز، هل هذا من الممكن أن ينفذ؟ الاثنان متوازيان، أنه حينما موظفو الإقليم يستلمون رواتبهم من المركز، عائدات جهودهم ووظائفهم المفروض تنتقل إلى المركز. يعني أنت موظفي المنافذ الحدودية حينما تمنحهم الحكومة العراقية رواتب، وعائدات المنافذ الحدودية تذهب إلى حكومة الإقليم، يعني كيف يمكن تفسير هذا؟ لذلك لابد هناك من وحدة كاملة للاتفاق بين العائدات وبين المصاريف، وهناك تنظيم. أما انتظار المفاجآت والإجراءات الفردية، مثلا أول ما جاء السيد عبد المهدي دفع كل رواتب الإقليم المستحقة بحدود يعني مليارين، جاء السيد زيباري دفع أيضا أول ما استلم وزارة المالية، يعني الاعتماد على هذه الإجراءات الطارئة هذا واضح يعني جدا دكتور عبد الحميد، شكرا جزيلا لك وأعتذر على المقاطعة، الوقت ضيق، ممتنة كثيرا على تواجدك معنا عبر سكايب من لندن، الأكاديمي والباحث في الشأن العراقي الدكتور عبد الحميد الصائح.